مرحب بحضرتك مره ثانيه. طبعا اكيد بنكمل كلامنا، يمكن بس المره دي بقى مش هنتكلم على كوره، اصل الاهلي دايما كل الالعاب بنتكلم فيها سواء فرديه او جماعيه، كره قدم، سله، طايره، دايما كنا متابعين كره اليد، يعني دايما كان عندهم بطولات على مدار الموسم سواء بقى الفريق الكبير او سواء سيدات او رجال، وايضا الناشئات طبعا ماشيين بشكل جيد. هيكون معايا في هذه الفقره كابتن صلاح، كابتن ياسر صلاح، المدرب العام لفريق كره اليد سيدات. كابتن ياسر مرحبا بحضرتك. اهلا بيك. منور قناه الاهلي. منور. ايضا كابتن سامح لبيب مدرب فريق 2000 سيدات. كابتن سامح مرحبا، منور كابتن. طب خليني ابتدي بقى يعني بجزئيه مهمه جدا يا كابتن، يمكن بطولات السنه دي، يمكن احنا كفريق اول اخذنا دوري، كاس، سوبر، ومنطقه القاهره، يعني برضو الانجازات دي بتحصل في توقيت مهم جدا. النادي الاهلي زي ما بنقول الفرق كلها سواء بقى جماعيه او فرديه ما شاء الله الوضع مميز جدا، وضع هايل. اكيد في الوقت ده بيحصل دعم دايما، الدعم ده والاستقرار ده هو ده الاهم اللي يخليك تحقق هذه البطولات. بتشوف الفتره دي كانت عامله ازاي يا كابتن؟ السنه دي اللي احنا خدنا فيها رباعيه زي ما بنقول، تمام. كان فيها انجازات لجميع الفرق، بالذات هنتكلم عن فرق سيدات الدرجه الاولى. كان السوبر غايب عن النادي الاهلي، الحمد لله رجعنا السوبر تاني. ثم خدنا كاس مصر، الدوري العام بدون اي هزيمه، منطقه القاهره، بطوله منطقه القاهره برضو بدون اي هزيمه، وده في حد ذاته انجاز للنادي الاهلي، وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي. تمام. لكن ما فيش اي صعوبات يا كابتن؟ يعني كان ما فيش اي صعوبات، بالعكس ده احنا كل حاجه كانت متوفره لنا، الجيم، وده يمكن كان في عهد قديم كان الجيم كان في موجود جيم بس كان على امكانيات صغيره. السنه دي اتطور كتير، وده كمان ساعدنا في حاجات كتير قوي لتجهيز الفرق. جيم الفرق ده لوحده كان مشكله كانت عندنا في الفتره العوام الفتره اللي فاتت. الحمد لله ان هو بيبقى خاص بفرق، خاص بفرق السيدات بالذات يا كابتن، ولا لا الفرق الجماعيه عامه تخصص لهم جيم اللي هو بقى فين يا كابتن؟ بس اللي هو في المبنى اللي هو جنب الصاله تقريبا في الاول، وتحول ولا انا غلطان؟ الاول كان عند تحت ملعب كوره، تمام. ايوه بالظبط صح، تمام. وبعد كده الجيم الجديد اتعمل اللي هو في مبنى النشاط الرياضي، تمام، اللي هو في مبنى السكواش الجديد. ايوه مبنى السكواش الجديد، تمام. ده بيخدم الفرق الجماعيه كلها، وجيم على اعلى مستوى بصراحه حقيقي، وقصاده الناحيه الثانيه على طول اللي هو جيم بتاع الاعضاء. جميل. جميل. وده كان يعني حاجه كانت ساعدتكم كتير، ساعدتنا كتير طبعا. النهارده انت ما بتلاقي يعني انا النهارده عندي الامكانيه ان انا بخش كل يوم، وده ما كانش موجود حتى ايام الجيم القديم اللي كان موجود في تحت الاستاد، تمام. كان بيبقى ليك يومين في الاسبوع، يعني هو يا دوبك. فالحمد لله ان ما توفر ده شيء طبعا عظيم للفرق كلها، وده غير طبعا ان احنا كنا الفرق الجماعيه، بتكلم كل الفرق، كان متوفر لها اشياء كتير جدا ما كانتش متوفر لها في الاعوام اللي فاتت، زي الاهتمام. يعني اهم حاجه كان عندنا الاهتمام، ما كانش موجود بصفه مستمره. الحمد لله احنا السنه دي شايفين، والسنه اللي فاتت اظن ان الناس كلها شافت التكريم اللي حصل ده، اول مره يحصل في تاريخ النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، تمام. يعني لدرجه ان اولاد النادي الاهلي ما كانوش مصدقين نفسهم، يعني ان هو حاضر تكريم بهذا الشكل، تمام. فكانت حاجه تسعدنا كلنا، مش بنتكلم على فلوس، احنا يهمنا ان لقيت حد يكرمنا، وده كان شيء معنوي، ده كابتن معنوي جامد جدا، بيبقى هو افضل من الماديات كمان. بالظبط. كابتن سامح خليني اسالك طبعا راي حضرتك في الاربع بطولات اللي الكابتن كان بيتكلم عليهم، وايضا يعني كحضرتك كموجود لفريق 2000 سيدات برضه خدت دوري ودوري منطقه، مظبوط؟ يعني راي حضرتك في الفتره دي والطفره اللي موجوده لكره اليد سيدات سواء بقى فريق اول او ل 2000. بص يا كابتن محمد، احنا هنتكلم عامه ان في طفره حصلت في الالعاب الجماعيه، مش هنتكلم على الهاندبول بالذات، ان احنا يعني كباسكت وكطايره، ففي طفره حصلت، ودليل على كده ان احنا في لعيبه كتير اصلا قدرنا نجيبهم
وساعدوا الفرق ان هي تعمل الطفره ديت، زائد الامكانيات اللي كابتن عليها كابتن ياسر اللي اتكلم عليها دي كلها ساعدت برضه الفرق دي، ما كانتش برضه الحاجات دي. يعني كابتن انت في 2000 كنت بتجيب لعيبه من بره ولا بيبقى ال 2000 لو في لعيبه مميزه؟ احنا عندنا قطاع الناشئين كله بتقدر عندنا لعيبه مميزه يعني هم ولاد النادي مش موجودين يعني اللعيبه اللي عندنا قليل لما تلاقي تجيب لعيب من بره في الناشئين، لان احنا عندنا قطاع الناشئين. الفريق الاول جبنا كابتن فريق الاول الحمد لله باولاد النادي، كان عندنا فرقه 4 96 دعمنا الفريق الاول منها، خدنا حوالي 6 لعيبه من تحت تمام طلعناهم فوق وحصل اندماج الحمد لله. بس ما جبناش حد من بره يعني. لا ما جبناش حد من بره تمام يا كابتن. فاحنا عندنا قطاع الناشئين كله بيفرخ لعيبه يعني فاهم على مستوى، احنا عندنا فرقه 2000 اللي عندي فيها 6 لعيبه في منتخب مصر ماشي، وهتلاقي فرقه 98 برضو هتلاقي فيها 6 7 لعيبه في منتخب مصر. 7 لعيبه ففرقه قطاع الناشئين كله بيفرق لعيبه، فمش محتاجين ان احنا نجيب لعيبه من بره. جميل. لكن يعني برضو الجزئيه البطولات دي نفسها كابتن، زي ما كنت بتكلم مع كابتن، حته الاستقرار، حته الدعم الدائم دايما سواء بقى ماديا او توفيرا لبعض الاماكن او الاجهزه اللي كانت ممكن الى حد ما مش موجوده. لا طبعا الحاجات دي طبعا متوفره ومفيش اي مشاكل بالنسبه لنا، مفيش اي عوائق ان انت تحقق البطولات اللي انت بتحققها. فده طبعا حاجه ظاهره وحاجه باينه لكل الفرق يعني. حاجه جميله. طيب خليني اروح لامير هشام من فرع مدينه نصر، طبعا هيقول لك برضه بنفس الشكل الترتيبات الخاصه بالجمعيه العموميه بكره، خصوصا ان هي بكره هتكون في مدينه نصر. امير اتفضل. امير تحياتي ليك يا كابتن فاروق، وتحياتي لضيوفك، وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي واعضائه مقبلين على لحظات حاسمه وساعات حاسمه جدا في تاريخ النادي، وهو اقرار لائحه النادي الاهلي او لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي ان شاء الله من خلال الجمعيه العموميه غدا، واللي هتكون اول يوم في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. اليوم الثاني ان شاء الله هيكون في مقر النادي في الجزيره. بالتالي في اراء كبيره جدا لاعضاء النادي الاهلي، في تحمس شديد من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر لحضور هذه الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله. عشان كده معايا بعض الاراء معايا في هذه اللحظات احد اعضاء النادي الاهلي. برحب بحضرتك في البدايه، واكيد شيء مهم جدا ان اعضاء النادي الاهلي يكرروا اللائحه الخاصه به. طبعا احنا نادي عريق، نادي انشئ سنه 1907 يعني بقى له اكتر من حوالي 110 سنه. لازم ان احنا نقول نعم للائحه بتاعتنا، وان ما حدش هو اللي يحط لنا، احنا اللي حطينا اللائحه عن طريق ناس قانونيين، مستشار عبد المجيد محمود والمستشار رجاء عطيه واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. فلازم ان شاء الله يبقى في توافد كبير من اعضاء النادي عشان نقول كلمتنا سواء نعم او لا بخصوص اللائحه بتاعتنا. قريت اكيد اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، ابرز البنود اللي عجبتك وايضا اوجه الاختلاف ما بينها وبين اللائحه الاستشهاديه في رايك شايفها ايه؟ هو اول حاجه حضرتك ان اهم حاجه ان احنا ما ينفعش ان في عندنا المستشارين وفي الدكاتره وفي الاطباء وفي المهندسين ان في ضمن اللائحه بتاعه النادي الاهلي ان اللي يتقدم لعضويه مجلس الاداره لازم يكون حاصل على مؤهل عالي وليس متوسط، ان يكون ادى الخدمه العسكريه، ودي حاجات مهمة يعني لازم ان ما حدش يكون اقل من كده، لان ده نادي عريق فيه ناس الحمد لله ناس مرموقة، فلازم ان يكون العضو اللي يمثلهم يكون على نفس المستوى. كنت متواجد في مدينة نصر في الجزيرة؟ انا ان شاء الله انا تربيت في النادي الاهلي في الجزيرة، ولكن عشان السكن بتاعي انا ان شاء الله متواجد هنا في المقر بتاعنا في مدينة نصر. وانا بناشد السيد رئيس الجمهورية، بناشد الحكومة متمثلة في معالي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد العزيز او المهندس خالد عبد العزيز، ان احنا ما عملناش حاجة يعني تخالف القانون، هي كل الموضوع انه يتعمل على يومين تيسيرا على اعضاء النادي الاهلي اللي بالغ عددهم كبير جدا. ما ينفعش ان كل دول ومطلوب مننا 12500 هيركنوا فين عربياتهم ويجوا فين، وعايز يجي يقعد
عايز في ناس كبيرة في السن، في ناس قريبة من مقر هنا هوت في مدينة نصر، وفي ناس قريبة من الجزيرة، فكل واحد يدلي بصوته، وده لن يؤثر أي شيء، وإحنا مش ضد أي حد خالص، إحنا بنناشدهم إن الموضوع ده ينتهي ويتم بصوت العقل. وأنا عايز أقول حاجة برضو لأعضاء الجمعية العمومية اللي أنا منهم، إن إحنا نتوافد بكثرة إن شاء الله غدا من الصباح الباكر على المقر هنا في مدينة نصر لننهي هذا الجدل. إحنا معانا مجلس إدارة كلنا شايفين، أنا عن نفسي عضو من سنة 63 وعضو عامل من سنة 80، ما شفناش إنجازات حصلت في أفرع النادي زي هنا هوت ما حصل فيه، سواء في فرع الشيخ زايد أو في مدينة نصر أو في الجزيرة، وكمان في التجمع، يعني في حاجات حصلت طفرة كبيرة، فإحنا بنهنيهم وبنشكرهم وبنقول لهم إحنا أدينا في إيديكم، وإن شاء الله تصعدوا بالنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي فريق عريق جداً. شكرا لحضرتك. لسه مستمرين معاك يا كابتن فاروق في بعض الاراء لسه من بعض اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. معايا ايضا احد الاعضاء، شايفك النهارده لابس تيشرت الاهلي وبتاع وشكلك متحمس ان شاء الله ان انت تبقى موجود بكره. اكيد طبعا، اليوم بتاع الجمعيه العموميه في النادي الاهلي دوت بيبقى يعني بالنسبه لنا يوم مهم، بنيجي نحدد حاجات كتير للناس الاداره بتاعت النادي والكلام دوت، فبيبقى يوم مهم بالنسبه لنا كلنا طبعا. شايف أهمية إن إحنا يبقى لينا لائحة خاصة بالنادي بتاعنا، شايف الأهمية دي إزاي؟ هو الموضوع دوت يعني الناس اتكلمت فيه كتير جدا، أنا رأيي إن النادي الأهلي ما عملش حاجة غلط، أنا شايف إن يعني أنا مثلا ساكن هنا في مدينة نصر، من حقي أجي أعمل هنا الجمعية العمومية بتاعتي، مش لازم أروح الجزيرة، الناس اللي ساكنين قريب من الجزيرة يروحوا الجزيرة، ما أنا مش شايف أي مشكلة في الموضوع ده خالص بصراحة. مش عارف يعني ليه بيبقى في كلام كتير في الموضوع دوت، وانا مش شايف ان هو ليه سبب اساسا، يعني هم دول اعضاء واحنا اعضاء وكله بينتخب في المكان اللي هو عايزه في النادي نفس مكان النادي برضو. يعني الرساله اللي حابب تقولها لاعضاء النادي الاهلي قبل يوم مهم زي يوم بكره؟ يا ريت كله يجي طبعا عشان ده يوم مهم للنادي وبيبقى بيتكررش كتير، وكله يجي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. العفو. شكرا. طبعا دي كانت بعض اراء اعضاء النادي الاهلي، لكن لسه معايا ايضا احد اعضاء النادي الاهلي اللي متواجدين هنا في مقر النادي في مدينه نصر، كابتن فاروق. في تحمس كبير جدا من اعضاء النادي ان هم ان شاء الله يكونوا متواجدين بكره، سواء بدايه بمدينه نصر غدا او من الجزيره طبعا مقر النادي الاهلي الاخر بعد غد. رايك طبعا في الجمعيه العموميه بكره ان شاء الله، اهميه حضور اعضاء النادي الاهلي، اهميه اقرار لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي متعود اعضائه والجمعيه العموميه كلهم ان هم بيحضروا المناسبات اللي زي دي وبيبقوا سباقين على طول، وليهم النادي الاهلي مبادئه معروفه على مر الزمان، فطبعا كلنا هنحضر وان شاء الله بكثافه كله هيتفاجئ بيها باذن الله، وهنثبت ان النادي الاهلي طول عمره سباق وطول عمره صاحب مبادئ ومش هيتفرد عليه حاجه من بره. اللائحه بتاعتنا ان شاء الله هي اللي الناس هتوافق عليها وربنا يسهل باذن الله بكره. رايك في دور المهندس محمود طاهر في تصميمه على النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه بيه؟ طبعا المهندس محمود طاهر انجازاته معروفه بتتكلم عنه، مش انا اللي هتكلم مش اي حد، لان احسن فتره انا شايف النادي الاهلي دلوقتي والانشاءات هي بتتكلم وحتى النتائج، النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى على طول فوق الجميع باعضائه وبالناس كلها اللي هي عارفه قيمه النادي الاهلي. شكرا. العفو. شكرا. اكيد مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ بتكمل بعض، كلهم اكيد حققوا انجازات كبيره في تاريخ هذا النادي العريق، نادينا العظيم نادي الاهلي. طبعا دي كانت بعض اللقاءات يا كابتن فاروق من داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، لو في اي استفسار اتفضل. انا بشكرك امير، ولكن طبعا انا عارف ان انت وكريم هيبقى مجهود كبير جدا طبعا، التغطيه الكبيره اللي هتعملها قناه الاهلي لهذا الحدث، حدث التصويت على لائحه النظام الاساسي، سواء بقى ان شاء الله هتكون في مدينه نصر غدا او بعد غد في نادي الاهلي الجزيره، هيكون مجهود كبير ان شاء الله. زي ما كان الجمعيه العموميه كانت بتتكلم معاك دلوقتي يا امير، كلهم ثقه، وطبعا احنا بالكلام اللي هم بيقولوا احنا عندنا ثقه كبيره جدا وجودهم بشكل مكثف في النادي الاهلي، سواء بقى مدينه نصر غدا او بعد غد في الجزيره. كابتن خلينا نكمل كلامنا، طبعا انا هتطرق معاكم لجزئيه الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله والتصويت على لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي غدا وبعد غد، لكن خلينا اكمل كلامي عن كره اليد.
يعني رايك في الفتره القادمه بقى في ظل طبعا زي ما انت بتتكلم كده في تطورات بتحصل، سواء بقى لو احنا حبينا نجيب لعيبه ممكن مجلس الاداره بيوفر لنا الجزئيه دي، احنا شفنا فرق السله، فرق الرجال، فرق الطايره الرجال بنقدر نجيب الجزئيه دي كانت يعني اعتقد انها بتبقى مهمه جدا ان انت بتتحول لجزئيه الاحتراف، ولما بتتحول لجزئيه الاحتراف مهم جدا يبقى دعم مجلس الاداره ليك بشكل كبير. والله هو السنه دي فعلا حصل دعم في بالنسبه للسيدات، في لعيبه عندي جبناها من بره، المجلس ما تأخرش لحظة، الحمد لله خلصت. هتكلم برضو عن دعم الفريق الأول للرجال. تمام، أنا بتكلم بشكل عام بشكل عام، أنا بتكلم على كرة اليد. حصل دعم كتير من ثلاث لعيبة أو أربع لعيبة، كابتن عاصم متذكر تقريبا ثلاث لعيبة أو لاعبين. تمام، تدعيم الفريق الأول، ما حدش منعهم بل بالعكس ساعدوه وخلصوا. في هنتكلم بقى، لو اتكلمنا على الالعاب الجماعيه كلها، في الطايره حصل ان هم جابوا لعيبه في الدرجه الاولى من البرازيل. صحيح. تمام، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، يعني في تدعيم. انا بالنسبه لي مجلس عشان بطوله افريقيا انت عارف في شهر 4 على ملعبنا، وبقى لها حوالي 30 سنه او 35 سنه كنت سامح عارف الكلام ده ما دخلتش النادي الاهلي. الحمد لله قدمنا دعم والمجلس وافق عليه ان احنا هنجيب لعيبه من بره. جميل. حتى انا كنت بقول عشان عايز اوفر. تمام، بقول لا يجوا على البطوله. لقيت المجلس ان هو رد وقال لي بصراحه هاتوا بيلعبوا معاك من دلوقتي، من بدايه الموسم، من بدايه الموسم. ده شيء طبعا اسعدنا واسعد اللعيبه. تمام، لان احنا طبعا احنا بنجهز لبطوله افريقيا. تمام، وعايزين طبعا عشان تحافظ على الاستمراريه الانجاز بتاع السنه اللي فاتت، احنا محققين الرباعيه وان شاء الله نحقق بطوله افريقيا. ده انجاز في حد ذاته صعب. تمام، فالتدعيم موجود الحمد لله، وانا شايف ان يعني مش عايز اتكلم بقى على راحه السياسيه واخش في القصه دي. تمام، بس انا شايف ان اولاد النادي الاهلي في خطر. بيقول يا جماعه احفادكم واولادكم لازم تحافظوا عليهم، احنا مش مركز شباب. صحيح، انت نادي كبير، نادي كبير، قاطره رياضه موجوده في الوطن العربي بالظبط، بتجول وراها انديه كتير. كابتن خليني برضو اقول يعني سر النجاح الالعاب الجماعيه، يمكن كابتن بيتكلم ان كان في دعم برضو وما زلنا يعني بنتكلم في الجزئيه دي، ممكن الى حد ما كانت موجوده لكن مش بالشكل الكبير في التوقيت الحالي. سر نجاح الالعاب الجماعيه وخصوصا طبعا كره اليد. كابتن محمد، سر نجاح الالعاب الجماعيه ان انت الناس واقفه وراك، طول ما الناس واقفه في وراك وبتلبي لك كل حاجه انت عايزها فانت بتحقق النجاح. زي ما شفنا السنه اللي فاتت فرقه الدرجه الاولى بتاعت النادي الاهلي عملت انجاز ما حصلش في تاريخ النادي الاهلي. ده دليل على ايه؟ دليل على الدعم ووقوف مجلس الاداره كله جنب فرقه كره اليد وتدعيمه باللعيبه اللي هو محتاجها كابتن عاصم. ده سبب النجاح. ونبص بقيه الالعاب نفس القصه، فسبب النجاح ان وقوف مجلس الاداره مع الفرق وتدعيمها بالامكانيات اللي هي محتاجاها. طيب جزئيه فريق السيدات بقى، ما دام احنا يمكن 2000، انا عايزك تكلمني على فريق 2000 بالخاص بيك كابتن. البطوله السنه دي كانت صعوبتها جت في ايه؟ يعني انت كان مين منافس اصلا معاك كابتن؟ هو بطوله 2000 فيها اربع فرق منافسين، الزمالك والطيران والشمس. تمام. ومعاهم النادي الاهلي. تمام، تفوقت عليهم هم. الحمد لله طبعا ان فرقه النادي الاهلي بتتميز ان هي فيها عناصر يعني خبره عاليه، مستوى تدريب اعلى، ده اللي بيساعدهم على تحقيق الانجاز. والسنه دي برضه هتبقى منافسه قويه بين الاربع فرق دول. فان شاء الله ربنا. بالنسبه للسنه الجايه بقى مستقبل، انت تجهيزاتك كانت عامله ازاي يا كابتن بالنسبه للفريق؟ احنا ابتدينا فتره اعداد من اول شهر 7. احنا عندنا البطوله هتبتدي في شهر 10. انا عندي 6 لعيبه في منتخب مصر، دول هيجوا لي على البطوله. لان انا دلوقتي هم عندهم بطوله افريقيا الشهر الجاي. فدول هيجوا لي على البطوله على طول، هيبتدوا يندمجوا مع الفرقه ويخشوا مع الفرقه قبل الماتشات بحوالي اسبوع او 10 ايام. بقيه اللعيبه الحمد لله متجهزين على مستوى عالي،
من بعد العيد ان شاء الله هنبتدي ماتشات وديه. في معسكر كابتن ولا مفيش؟ لا بفرقه صغيره ما بنعملش فيها معسكر قوي يعني. بس لو طلب مفيش مشكله. بس احنا يعني ما بقاش محتاجين معسكر قوي لان احنا مستوى المنافسه فاهم ازاي؟ ببتدي المنافسه يعني بقيه الفرق اللي انا بلعبها كلها في مستوى اقل، ابتدي المنافسه مع الاربع فرق اللي انا قلت لك عليهم دول، هبتدي معاهم على شهر 2 او شهر 3. تمام. لكن كابتن في معسكر احنا كسادتنا كفريق اول للسيدات بيبقى في انا طالع فعلا اخر اسبوع من شهر 9 عندي معسكر اسبوع الحمد لله خدت بيه موافقه. فين يا كابتن؟ معمول في الاسماعيليه. تمام. لان الصاله جوه. تمام. هرجع ان شاء الله على قبل المباراه. أنا عندي مباراه في تاريخ 7/10 بدايه الدوري، فان شاء الله هرجع قبلها باربع ايام. تمام. وان شاء الله نبدا الدوري بتاعنا باذن الله. طيب يعني مستقبل بقى كره اليد يا كابتن بتشوفه ازاي في المرحله الجايه، سواء بقى في الناشئات او فريق اول، يعني بتشوفوه ازاي في الفتره الجايه؟ ده طبعا التجهيزات الخاصه لغد وبعد غد، سواء بقى في فرع مدينه نصر او فرع الجزيره، السيدات طبعا كل المسؤولين في سواء بقى في نادي الاهلي الجزيره، طبعا كابتن هاني عبد المنعم، وطبعا اللواء سيد عبد الرؤوف مدير الامن، طبعا تجهيزات مهمه جدا، طبعا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بيقوم بدور برضه كبير جدا في هذه التجهيزات، ايضا اللواء اسامه سامي فرع مدينه نصر مدير فرع مدينه نصر. طبعا يعني ان انت سبل الراحه للجمعيه العموميه بتوفرها باي شكل من الاشكال، عشان طبعا العضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ده مش اي عضو، ده عضو اكبر نادي في المنطقه العربيه وفي افريقيا، فبالتالي اما يجي يخش لازم طبعا يبقى مستريح بشكل كبير. طبعا ده كابتن هاني نجمنا، نجم كره السله ونجم منتخبنا الوطني لمصر ومدير فرع الجزيره. كابتن يعني مستقبل، انا بتكلم على جزئيه مستقبل كره اليد في الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، سواء بقى ناشئات او سواء فريق اول. كابتن مستقبل النادي الاهلي انا شايف في تقدم ابناء النادي الاهلي، احنا دايما بنعودهم على المركز الاول، وده شيء حافز لينا. انا شايف النهارده اجيال صغيره عندنا كم بنطلع بنغذي الفريق الاول لغايه ما بنوصل للفريق الاول. بنعودهم ازاي؟ ما عندناش حاجه الا مركز اول، وده اللي تربينا عليه وموجودين كل عليه الألعاب في كل الالعاب الجماعيه. طب كابتن بتشوف القطاع الناشئين عند حضرتك او جزئيه مواليد 2000 اللي هم ممكن يبقوا موجودين في وقت من الاوقات مع الفريق الاول ان شاء الله؟ هو احنا طبعا فرقه 2000 بنعدها السنه الجايه هتبقى هي الفرقه المرتبط بالدرجه الاولى. صحيح. فالحمد لله احنا عندنا عناصر مميزه في الفرقه، زي ما قلت لك قبل كده ان احنا عندنا 6 لعيبه في منتخب مصر، والفرقه الحمد لله يعني بقى لها 3 4 سنين بتاخد اول على طول، زي ما قال كابتن ياسر ان لعيبه النادي الاهلي متربيه من صغرها ان هي ما فيش غير المركز الاول. تمام. يعني هتبص اي نادي ثاني هتلاقي بيدي على المراكز الثلاثه، النادي الاهلي الوحيد اللي هو المركز الاول، ما عندناش حاجه اسمها مركز ثاني او مركز ثالث. صحيح. فاحنا بنربي الاولاد على كده، ودي من جواهم فاهم ازاي، بحيث ان هم بيحققوا الاهداف اللي هم عايزينها فاهم ازاي، فاحنا ما بننزلش على المركز الاول، هو بنلعب عشان المركز الاول. ابرز الاسماء كابتن اللي ممكن تكون يعني حاططها في دماغك انها تبقى موجوده في الفريق الاول بالنسبه للاعبات؟ عندنا شهد شواربي، وعندنا رنا راضي، وعندنا حبيبه حسن، وعندنا زهره جون. دول ابرز اللعيبه اللي ممكن تبصوا لهم يا كابتن الاسماء دي؟ اكيد، يمكن شهد ورانا تقريبا طلعوا معايا اتمرنوا فتره. تمام. لان هم بيشوفوا الجو شكله ايه في الدرجه الاولى وبينزلوا تاني. طيب خلينا اروح لكريم احمد، طبعا مراسلنا من فرع النادي الاهلي بمقر طبعا الجزيره، ايضا السندات ولقاءات مع اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي طبعا النهارده ليله بنستعد فيها كلنا للغد. طبعا زي ما بقول لكم اول يوم هيكون في مدينه نصر عشان بس الناس ما تختلطش على الامر، وتاني يوم في مقر الجزيره. اتفضل يا كريم. جديد
جديد كابتن فاروق كل مشاهدي قناه الاهلي، وزي ما بنقول مستمرين معاكم هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. كنا طبعا بناخد راي بعض الاعضاء سواء في طبعا الحدائق الخاصه بالنادي الاهلي والان في حمام السباحه الخاص بالنادي الاهلي مقر الجزيره، وبينضم لنا كمان احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بنستطلع رايه طبعا على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، لائحه رائعه. ويمكن انتوا يعني المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ناقش اللائحه معاكم باستفاضه، قول لي شايف اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي ازاي ومقارنتها مع اللائحه الاسترشاديه الصادره من اللجنه الاولمبيه؟ والله وطبعا ما فيش اي تعليق يعني على اللائحه اللي قالها المهندس محمود طاهر، بل بالعكس احنا لقينا فيه قبول من ناس كتير جدا كانت موجوده في الندوه. وطبعا يعني انا بتكلم بالنسبه للسيد وزير الشباب والرياضه، يعني انت ليه بتفتعل المشاكل؟ انت حضرتك اللي عينت هذا المجلس، اصبح هذا المجلس لا يعرف في القانون، طب وعينته ليه؟ تمام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة للأستاذ هشام حطب بيثير المشاكل برضو بموضوع حتة ان المقر بتاع النادي الاهلي في الجزيرة او في مدينة نصر، انت ما ترغمنيش انا اعمل المقر بتاعي فين. انا النهاردة بتكلم على اني انا نادي خاص، بعدين اشتريت ارض وبنيت فيها وانا احدد المقر بتاعها، ما تقوليش اصل القانون بيقول كذا والقانون بيقول كذا. انا اللي احدد المقر، انا كعضو النادي اللي بحدد المقر، وبالتالي طبعا اللي بيتكلم على لساني بيكون مجلس الاداره. تمام، دي نمره اتنين. بعد كده بعض الاعلاميين اللي عمالين برضو يشوشروا ويكلموا في حته ان الجمعيه العموميه معموله على يومين وهتتلغي، احنا مش في جمعيه عموميه، احنا بناخد راي دلوقتي، راي بالظبط كده اهوت، اللائحه ديت احسن لنا ولا اللائحه دي اللي احسن لنا؟ تمام، مش احنا مش في جمعيه عموميه ولا بنناقش ميزانيه ولا بنعمل اي حاجه من الحاجات ديت، فما فيش داعي للشوشره. واعمل حساب ان ده بيتك، اذا كنت بتقول ان ده بيتك واعمل حساب ان ده بيتك، مفيش داعي للتهجم ومفيش داعي للاتجاه لفصيل معين. خلينا في النادي الاهلي، خلينا مع النادي الاهلي، مش عايزين يحصل زي ما بيحصل في بقيه الانديه، مش عايزين شغل الشلاليه زي ما بيقولوا، ومش عايزين تطاول على رموز النادي مهما كان. مهندس محمود طاهر رمز من رموز النادي، زي الكابتن صالح سليم، زي الكابتن حسن حمدي، اهدى شويه في الكلام بتاعك. الاستاذ هشام حطب، البلد مش ناقصه مشاكل، وما تقعدش تشعلل في مشاكل من لا شيء. تاكيدا كمان على مجلس اداره النادي الاهلي، اختياره يومين هجم كتير جدا على اختياره يومين، لكن النادي الاهلي حاول يريح اعضاء الجمعيه العموميه الخاصه بيه، ده امر قانوني وشرعي. شايف الهجوم على المجلس وعلى النادي الاهلي اختياره يومين ده بتستقبله ازاي، وهل بتنزعج من الموضوع ده ولا لا؟ لا والله انا شايف ان يا ريت يخلوه على 3 ايام، لان النهارده يعني انا العدد كبير، العدد كبير جدا سواء لمدينه نصر او للجزيره. تمام، يعني انا النهارده مدينه نصر نبص على الساحات المحيطه بالنسبه لانتظار السيارات، هنبص نلاقي يعني ضيقه، فبالتالي هيحدث تكدس مروري. وبالنسبه لنادي بالنسبه لمقر الجزيره نفس الحكايه، هيبقى التكدس اكبر كمان، فلازم ان هي تتعمل على يومين ثلاثه. يعني انا مش شايف ان فيها غلط، وطالما هيشرف على نقل الصناديق لجنه من القضاه، تمام، يبقى ايه المشكله؟ ما احنا الانتخابات في كل حته بتتم سواء لرئاسه الجمهوريه او لمجلس الشعب، والكلام ده كله بيتم تحت اشراف قضائي، وبتتنقل الصناديق تحت اشراف قضائي، وبنيجي نكمل اللجان تاني يوم وتالت يوم، يبقى ليه التعنت؟ تمام؟ فانا من رايي ان وجهه نظر مجلس الاداره دي وجهه نظرهم سليمه لراحة الأعضاء. خلي بالك برضو احنا عندنا ناس كبار السن، والجو في مصر أصبح جو حار، تمام، لا يطاق، مش كل الناس عندها النهاردة تنتقل بسيارات بالتكييف عشان خاطر نقدر ناخد العدد اللي احنا عايزينه. يعني انت متعند في عدد ال 12500، تمام، فما تتعندش بقى أكتر من كده عشان خاطر يعني الموضوع بقى شكلا مش حلو، يعني شكلها مش حلو. واضح ان في الاستاذ هشام حطب في حاجه في نفسيته عايز يطلعها، واحنا مش هنقبلها، احنا كاعضاء النادي الاهلي مش هنقبلها. بكره ان شاء الله باذن الله انا من الجزيره، بس ان شاء الله بكره انا موجود في مدينه نصر انا والاسره بالكامل، هنصوت في مدينه نصر
وان شاء الله جميع الاعضاء هتكتمل باذن الله الجمعيه العموميه باكر ان شاء الله. شكرا جدا يا فندم. مستمرين معاك كابتن فاروق طبعا واحد ايضا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بناخد رايه. طبعا غدا هيبقى يوم فاصل في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله، يمكن الوعي الكبير اللي بيران عليه كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. قول لي اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي اطلعت عليها، البنود المقارنه فيها مع اللائحه الاسترشاديه، وكلمنا على الفتره اللي فاتت انت بتقرا المشهد ازاي؟ الحقيقه انا بقرا المشهد ان هو خناقه تصفيه حسابات لاغراض شخصيه، ليس اكثر من هذا، لا لمصلحه النادي الاهلي ولا لمصلحه الجمعيه العموميه. اللائحه الاسترشاديه ضد الجمعيه العموميه، النادي الاهلي نادي كبير، النادي مش صغير، واللائحه الخاصه بالنادي الاهلي حطها وكان مسؤول عنها ناس عظام زي المستشار رجاء عطيه، النائب العام عم مجيد محمود، ودول ناس مش صغيرين واقطاب من اقطاب القانون. ما اعتقدش مش هيقدروا يحطوا لائحه تليق بالنادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر بكتير قوي من اللائحه الاستشهاديه اللي عاوزه تحط سطوه اللجنه الاولمبيه على الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي. واعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي اعتقد ان هم برضه واعيين لكده وهيرفضوا هذا الكلام. غدا رسالتك للاعضاء، بكره يبقى يوم زي ما بنقول حافل في مدينه نصر ان شاء الله اليوم الاول، اللي تحب تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وانت كاحد اعضاء الجمعيه العموميه؟ ان شاء الله بكره يوم فاصل يعني، وان شاء الله يكتمل العدد بالكامل بكره عشان ما نديش فرصه لحد باذن الله. شكرا جدا يا فندم. العفو. مستمرين معاك يا كابتن فاروق طبعا زي ما بنقول، وتغطيتنا الخاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن زي ما انت شايف وسامع كل الاعضاء بتايد النزول غدا، بتايد اللائحه الخاصه للنادي الاهلي، اللائحه الاسترشاديه طبعا يمكن زي ما الناس اتكلمت فيها امور خاصه لا تتناسب مع حجم وكيان النادي الاهلي. اكيد بنتمنى كل التوفيق من جديد لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. غدا يوم هام جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي واعضاء جمعيته. مستمرين معاك كابتن فاروق من جديد، وتغطيه خاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكرك يا كريم. اكيد واضح جدا من اللقاءات مع كريم وعي الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه، ويعني شايفين ان اللجنه الاولمبيه والتعنت اللي هي فيه ايه هدفها منه، فبالتالي زي ما بيقول كده او بنقول ان هم عارفين يعني ايه التحدي غدا، تحدي الجمعيه العموميه لمستقبل النادي، ونشوف ان في ناس ضدنا عايزه تكسر فينا. النادي الاهلي نادي كبير باعضاء، ونادي كبير بجماهيره، ونادي كبير ببطولاته، وهو نادي القرن، افضل نادي واعظم نادي موجود زي ما بيقول في الكون بالنسبه لنا ولكل ابنائه طبعا. ويعني بطولاتنا هي اللي بتقول امكانياتنا ووجودنا وفروعنا اللي موجوده حاليا دلوقتي، اللي احنا لسه نفتح الفرع الرابع، بيدل على ضخامه هذه المؤسسه الكبيره. هو النادي الاهلي افضل نادي في القرن الافريقي. كابتن ياسر، كنا بنتكلم على الفترة القادمة، حضرتك داخل السنة الجاية كم بطولة مفروض؟ أنا داخل أربع بطولات، الدوري، كأس مصر، منطقة القاهرة، أهم بطولة غايبة على النادي الأهلي من 35 سنة هي بطولة أفريقيا. بطولة أفريقيا إن شاء الله موجودة إن شاء الله موجودة في النادي الأهلي. بإذن الله نرجع بطولة أفريقيا، وإن شاء الله بإذن الله يبقى إنجاز كويس ان شاء الله. كابتن ايضا انت عندك كام بطوله بس السنه دي؟ كانت بطولتين بس ولا كانت ثلاث بطولات؟ كان ثلاث بطولات. انا حصلت على بطولتين. السنه دي عندي الدوري وبطوله الكاس وبطوله القاهره. وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله نحاول نحقق ثلاث بطولات باذن الله ان شاء الله يعني. انا ما كنتش هقدر يعني اتكلم في حته بقى انت حضرتكم اعضاء جمعيه عموميه ايضا في النادي، او احنا قاعدين كده بقى احنا ايه اعضاء جمعيه عموميه ندافع دايما على الكيان بتاعنا. كان لازم برضو اسالكم السنه الجايه انتوا طموحاتكم ايه والشكل اللي انتوا ماشيين فيه. طبعا المنافسه او الحصول على البطولات الاربعه دول اهم حاجه كابتن. اكيد ده الاهم برضو طبعا بالنسبه لنا. مفيش حاجه بتعدي ان شاء الله، حتى لو عدت هف وكده تبقى غصب يعني، ده طبعا قدر ربنا. كلمكم على الجمعيه العموميه بكره كابتن، رايك ايه في الكلام اللي بيحصل والمهاترات وبعض المغالطات الخاصه بالجمعيه العموميه غدا، وخصوصا ان احنا في تجربه حصلت من يومين لنادي ليوبس. الجمعيه العموميه كانت واعيه جدا، كانت موجوده، رفضت اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه بالظبط، وقروا لائحه النظام الخاصه بيهم، ويمكن حضر تقريبا 17000 بالنسبه لنادي ليوبس، هو كان المفروض 7000. مظبوط. فبالتالي النادي الاهلي بجمعيته العموميه واعضاء جمعيته العموميه الواعيه دايما باستمرار، وزي ما قلنا قبل كده مواقف كتير في التاريخ كان واضح جدا
ان الاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي واعيين. لما كابتن صالح سليم كان موجود اختاروه كرئيس نادي وما اختاروهوش مره ثانيه، كابتن عبد الصالح الوحش كان رئيس نادي وسحبوا منه هذه الثقه مره قبل كده، فبالتالي لا الموضوع عند الجمعيه العموميه، هم جمعيه عموميه واعيه فاهمه ايه مصلحه هذا الكيان. طبعا كابتن محمد انا بقول كابتن هارون الطوني نادي اليوبلس الف مبروك، فعلا كان المفروض يحضروا 7000 حضروا 17000 ونص تمام، لدرجه ان الناس قطعوا الويك اند بتاعهم ونزلوا ايدوا خوفا ان نادي اليوبلس يتقلب مركز شباب، وخوفا على احفادهم واولادهم. بهني نادي اليوبلس والشيء المزعج والشيء اللي انا شايفه ان في تربص للنادي الاهلي ان الجناح السعودية ان الوزير رئيس الحكومه بنفسه تمام رايح يأيد الجناح السعودية بتاعت نادي اليوبلس، وده كان شيء انا مش فاهمه بصراحه تمام. منين القانون اتعرض تقريبا على الناس كلها طبعا وانت رافضه، يعني هنا نحط علامه استفهام. انا ما كانش عندي الفرصه طبعا ان انا اقرا لائحه خاصه بالنادي اليوبلس، لكن قريت اللائحه بتاعتنا طبعا بالظبط، يعني كنت عايز اشوف برضو فيها ايه ايه اللي ممكن يكون. هو نادي اليوبلس هو رفض اللائحه السريه بتاعت اللي هي بتاعت اللجنه الاولمبيه صحيح، اللي انا بحط عليه علامه استفهام ان النهارده رئيس الوزراء اللي هو اتعرض عليه القانون تمام راح قال انا مش عايز اللائحه السريه بتاعت اللجنه الاولمبيه، يعني اذا يبقى في خطر تمام. الحاجة الثانية أنا أحيي الباشمهندس فرج عامر برضه تمام، قال لك إن فيها عوار 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 عوار. الله أنت اللي حاطط القانون، بس يا تقريبا القانون ملوش دعوه باللائحه الاسترشاديه، اللائحه الاسترشاديه اللجنه الاولمبيه طبعا بتاخد من القانون وبتحط فبالتالي بالزبط. يعني ممكن يكون في مشاكل في اللجنه الاولمبيه انها بتحط حاجه ممكن ما تكونش مناسبه مع القانون، يعني القانون قال ما فيش ممكن تعمل الجمعيه العموميه على يومين، ما قالش الكلام ده بالظبط، ما قالش طبعا ما فيش محدده الجمعيه العموميه على يومين. اعتقد ان الباشمهندس محمود طاهر احنا عندنا 17 مستشار منهم الناس كلها تقيله، انا مش عايز انسى اسم حد، مستشار عبد المجيد محمود، مستشار جعفر بس مستشار تمام، دكتور علاء مشرف، دكتور محمد فضل، يعني برضو اسامي زي ما انت اسامي تقيله تمام. كان مستني واحد بس يقول انها فيها خطا تمام. اللجنه الاولمبيه والشباب والرياضه الوزير انا مش فاهم بالظبط ايه طبيعه الدنيا ماشيه ازاي، يقول لك عرف. الله، هو في قانون ولا عرف؟ احنا عايزين نفهم برضه عرف، يعني ما اعتقدش ان احنا النادي الاهلي بعظمته ان هو تقول لي عرف، مش انت قلت قانون؟ النادي الاهلي طول عمره ما حدش بيقوده. النهارده الجمعيه العموميه، بكره انا شايف زي عيد، بكره في جاي عيد، ناس الناس عماله جايه تقول لك انا نازله وانا رايح وفي ناس متجمعه من دلوقتي في بيوت بعض على اساس انه بكره، حاسس ان في لمه. كابتن قبل ما يعني عشان هروح لامير، الموضوع مش انتخابات خالص، خوفا على احفادهم وعلى ان هو يتقلب مجلس يتقلب بتاع ده مركز شباب. مع احترامنا طبعا للشباب، ولكن طبعا النادي الاهلي نادي كبير لا يدار غير من ابناء النادي الاهلي واختيار الجمعيه العموميه. هروح سريعا لامير هشام وهرجع طبعا اسال كابتن سامح ورايه في المشاكل الموجوده حاليا وبعض الكلام عن النصاب القانوني واختيار مجلس اداره او الشكل اللي هيحصل بيه الجمعيه العموميه غدا، سواء غدا او بعد غد. طبعا كلام، هل ده بتشوفوا كجمعيه عموميه بتسهل لنا الامور ولا بتصعب علينا الامور بالنسبه لمجلس الاداره او للجمعيه العموميه؟ امير اتفضل. يا امير
بجد التحيه بيك يا كابتن فاروق وبضيوفك ايضا كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص حوالي 10 ساعات والاوقات الحاسمه للجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، مهم جدا ان شاء الله ان يكون متواجد عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي خلال الجمعيه العموميه واللي هيكون اول يوم فيها في مدينه نصر. مهم جدا ان كل اعضاء النادي الاهلي يدلوا بصوتهم يوافقوا على هذه اللائحه عشان يكون النادي الاهلي عنده لائحه خاصه بيه. انا دلوقتي متواجد في مكان مختلف داخل مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، متواجدين في مجمع حمامات السباحه. دايما بنحاول ناخد الاراء من مختلف الاماكن داخل مكان داخل مقر النادي الاهلي مدينه نصر. معايا في هذه اللحظات بعض الاعضاء هناخد رايهم عن اهميه التصويت غدا على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. برحب بك في البدايه، واكيد شيء مهم بالنسبه لنا كلنا كاعضاء ان احنا يكون عندنا لائحه خاصه بينا. بالتاكيد بكره ان شاء الله يوم مهم للنادي الاهلي، هنقرر فيه وهناخد فيه قرار مهم يعني بايدينا احنا. اللائحه بتاعه النادي الاهلي المفروض يكون اعضاء الجمعيه العموميه كلهم موجودين بكره. اليوم ده احنا اللي بنحدد فيه مستقبل النادي. ان شاء الله باذن الله يعني عندنا امل كبير ان يكون في نسبه كبيره بكره. اللي عايز يجي يعني طبعا دي حاجه كويسه ان هو يبقى موجود. عايز يعني احسن ان هو يقول رايه تجاه النادي الاهلي، ما كانش هيقول رايه تجاه النادي الاهلي فده برضو شيء مش وحش، بس احنا نفضل الناس كلها تبقى موجوده بكره تيجي تقول رايها. زي ما الانديه الثانيه عملت، الانديه الثانيه خدت موقف ايجابي مع ناديها، واحنا هنا متربيين في النادي بقالنا كتير قوي، فطبعا ده شيء ايجابي وشيء كويس للنادي ان احنا يكون لينا فوت بكره ويكون لينا تاثير في اللائحه ان شاء الله باذن الله. شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن فاروق، ومعانا احد الاعضاء طبعا في النادي الاهلي، خصوصا خلاص ساعات قليله والجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي تبتدي ان شاء الله خلال بكره ان شاء الله. برحب بحضرتك في البدايه، واكيد شيء يعني جيد جدا ان يكون متواجد اعضاء النادي الاهلي بكره، وعايز اخد منك رساله تقولها لاعضاء النادي الاهلي عشان يكونوا متواجدين بكثافه ان شاء الله. والله زي ما حضرتك شايف دلوقتي احنا توقيت متاخر من الليل، يعتبر النادي الاهلي هو بيتنا الثاني بالفعل. اولا انا بشكر على الناحيه الايجابيه من توزيع اللائحه في النادي الاهلي في ايام معدوده، كانت مديانا فرصه كويسه جدا ان احنا نقرا اللائحه ونشوف مستقبل النادي اللي احنا بنطمح له. وانا بدعو كل عضو في النادي الاهلي انه يشارك في البيت الكبير اللي بننتمي ليه مشاركه ايجابيه اهتماما بمستقبل ورؤيه للبرفورمانس او اداء النادي مستقبلا ان شاء الله، واهميه تواجدنا بكره باذن الله كلنا ونتعشم في الاخير باذن الله. شكرا. عفوا، شكرا جزيلا. دي كانت بعض اللقاءات يا كابتن فاروق من داخل مجمع حمامات السباحه بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر. زي ما انت شايف جميع اعضاء النادي الاهلي او اغلبهم المتواجدين النهارده داخل مقر النادي متحمسين بشكل كبير للتواجد في الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله، اللي هتكون اول يوم في مدينه نصر وثاني يوم ان شاء الله بعد غد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كلنا امل ان شاء الله ان هيكون متواجد عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله للموافقه على هذه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي ولائحه النظام الاساسي. وعدم اكيد كل اعضاء النادي الاهلي مش عايزين لائحه من خارج النادي، وتحديد اللائحه الاسترشاديه هي اللي تدير النادي في المراحل المقبله. بالتالي ان شاء الله كل اعضاء النادي الاهلي هيكونوا جاهزين للتواجد سواء غد او بعد غد ان شاء الله للموافقه على هذه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. عوده لك يا كابتن فاروق. شكرا امير. انا متاكد، مش عندي امل، ده انا متاكد ان شاء الله ان بكره هيكون عدد كبير جدا من الجمعيه العموميه، وان شاء الله ايضا هيكون يوم السبت ايضا في الجزيره هيكون عدد كبير جدا. هنشوف الجمعية العمومية النادي الاهلي ممكن تعمل ايه في وقت من الاوقات. كابتن سامح، خليني اسالك برضو رايك في ما يحدث في الفتره الاخيره من تصريحات وكلام كتير على شان مفروض هو شان داخلي للجمعية العمومية للنادي الاهلي، وان مجلس الاداره بيشوف ان هو بيسهل الامور على الجمعية العمومية من خلال ان هو يعمل هذا التصويت من خلال يومين وليس يوم واحد، لان طبعا احنا في صيف والدنيا صعبه. هو بعد كده يعني اللجنه الاولمبيه بيحاول بقى ان هو يتهكم على النادي الاهلي بانه بيهنئ نادي هليوبلس ان هو عمل الموضوع في يوم واحد وان العدد كان كبير، لكن احنا النادي الاهلي احنا حرين، انت ما اديتنيش قانون او اجبرتني بشكل معين ان انا اعمله على يوم واحد، لا انت قلت شوف ما يحلو لك من اجراءات تقدر تعمل بيها هذه الجمعيه العموميه. بالظبط. كابتن محمد، هو زي ما قال الكابتن ياسر، النادي الاهلي فيه قامات ومستشارين اقروا ان هي الانتخابات لو اتعمل، قصدي ابداء الراي لو اتعمل او الجمعيه العموميه لو اتعملت على يومين ما فيهاش مشكله. فاحنا مش هنرجع نقول لا يوم واحد لا يومين، احنا كلنا ثقه في اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان بكره هيعملوا رقم غير متوقع باذن الله يعني.
انا اتمنى ان ما يتقالش الرقم بكره، يعني ده تقريبا انا ما اعرفش طبعا الاجراءات القانونيه المفروض اللي يحصل، هل بيتم ان بيقول ان في رقم معين او عدد معين جه بكره، ولا بيستنوا لغايه لما يتم تجميع عدد الاعضاء؟ هو على حسب، هو تحدي الاعضاء ان هي بكره الناس كلها اولاد النادي خوفا على النادي. مظبوط. وتحدي كبير للجنه الاولمبيه، زي ما قلت لك احنا ما ينفعش حد يرقصنا. طب ماشي، يرقصنا ازاي؟ يعني ما انا مش عايز اتكلم واضح اقول ان في ناس في اللجنه الاولمبيه دبلوم، تمام؟ هياخدني واحد دبلوم مع احترامي للدبلومات، وكمان ايه؟ هربان من الجيش؟ ده تبقى مشكله. مشكله جامده. النادي الوطنيه ما ينفعش. النادي الوطنيه ما ينفعش، ده البشوات. ما ينفعش حد، ده الاهلي معلش مع احترامي لاي نادي، الاهلي فوق الجميع. فما ينفعش حد يقودني يكون دبلوم هربان من الجيش. وبعدين اللائحه فيها اجانب، يعني انا ممكن انام الاقي جمعيه عموميه خواجه رئيس النادي، دي نصيبه. ده مش يعارض مع قانون الدوله نفسه ان انت حاجات طب معينه طبعا كابتن محمد، انا عايز مؤسسته كبيره بيأثر بشكل بس كبير. هل انت هتقدر على كم كبير من الشعب المصري انه يبقى فيه اعوار زي كده؟ والله انا مش عارف وهم بيحطوا الكلام ده كانوا بيفكروا في ايه بالظبط. انا شايف انه في تربص بصراحه للنادي الاهلي وعند النادي الاهلي. هل انت هتقدر تطبق اللائحه الاسترشاديه دي على نادي زي نادي الشرطه او نادي الجيش؟ استحاله. هتقول لي يرقصوا واحد يعني النادي الاهلي اقل من دول؟ طبعا استحاله. هتحط واحد مؤهل او واحد هربان من الجيش ماسك نادي الجيش او نادي شرطه؟ ما ينفعش. طيب والنادي الاهلي كيان ما ينفعش حد يحط لنا لائحه نحن نمشي عليها؟ بالظبط. وانا عارف ان شاء الله ان شاء الله اعضاء الجمعيه العموميه استحاله هيقبلوا بالكلام ده ان شاء الله يعني. طب يعني كمان في حاجه يمكن كنت بقراها او خبر بقراه ان اللجنه الاولمبيه او الاستاذ هشام حطب بيتكلم ان الرعاه موجودين بكره. طب انا حر، شايف ان ما فيهاش مشكله يعني الراعي ده دفع فلوس. لا هو بيتكلم ان النادي الاهلي سابه ببلاش ما خدش فلوس في اليوم ده، هو فرصه للرعاه يبقوا موجودين في يوم وحدث زي كده. الامور بتبقى مال اللجنه الاولمبيه بحاجات او عقود ما بين النادي الاهلي. يمكن انا لسه قايل دلوقتي يا كابتن محمد فاروق التعليم. ما ده فكر. بص شوف واحد بيفكر ازاي، تمام؟ النهارده لما يكون اهل المتوسط بيفكر بالشكل ده اتناقش معاه ازاي؟ يخدني ازاي؟ ما ينفعش. انا شايف ان هو ما ينفعش. كابتن انت قريت اللائحه ولا ما قريتهاش؟ لا بصراحه ما قريتهاش. لا لكن انت قبل ما اكيد قبل ما هتروح طبعا تبقى ملم بكل البنود، لكن يعني جزء من الاجزاء اللي ممكن انا كنت قريتها ويمكن انا مبسوط بيها هي جزء الاستثمار، الجزء اللي هو البنود الاستثمار، ان انت كنادي اهلي باسمك والبراند الكبير كاسم انت لازم تقفز قفزه في جزئيه الاستثمار كبيره جدا عشان تعمل تضخم او يتضخم الجزء المادي بالنسبه لك. احنا طبعا عارفين ان في فائض في الميزانيه عندنا، ولكن انت كنادي اهلي ممكن يبقى اكتر واكتر. انت محتاج توصل لجزئيه ثانيه خالص وهي العالميه. عمرك ما هتوصل للعالميه وانك تصرف على الجزئيه دي وتعمل ريسيرش للجزئيه دي وتوصل ازاي للناس دي غير لما يبقى عندك فلوس بشكل كبير باستخدام بقى وبطولات وكل. فجزء الاستثمار في او البند الاستثمار موجود جوه اللائحه، اعتقد ان هو حاجه مميزه طبعا بقى غير باقي طبعا كل الاجزاء. هو كان الاعتراض تقريبا بس كان على الثمان سنين واتشال الثمان سنين من هذه اللائحه. ايضا جزئيه الجيش وان انت لا لازم تبقى عامل لازم تأدي التجنيد بتاعك جزئية المؤهل، اعتقد ده ما فيهوش اي مشكله. بالظبط يا كابتن محمد، يعني زي ما بنقول ايه النهارده رئيس نادي وتحت منه مدير مالي، يعني ازاي يعني التعليم برضو ازاي واحد يبقى مؤهل متوسط تمام وتحت منه المدير المالي مؤهل عالي، هيتعاملوا ازاي؟ صحيح، دي مؤسسه. صحيح صحيح. كابتن يعني تقول ايه بقى للجمعيه العموميه حضرتك بالنسبه لغد وبعد غد؟ انا يعني بحب اوجه ان 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 الجمعيه العموميه زي ما حصل في نادي هليوبلس وحصل في نادي سموحه، احنا يعني النادي الاهلي ده كيان كبير يعني، والناس انا عارف متوقع ان الناس على وعي وعلى درايه ان بكره وبعد بكره ان شاء الله هتبقى في ارقام غير متوقعه ان شاء الله، يعني لان الناس عارفه وده زي ما قال كابتن ياسر ده لاولادنا واحفادنا، وان لازم يبقى لنا راي ان احنا نحط السياسه اللي احنا نمشي عليها، ما حدش يحط لنا السياسه اللي احنا نمشي عليها. صحيح صحيح. كابتن
يعني كابتن ياسر يعني جزئيه مهمه جدا لازم اتكلم فيها قبل ما برضو اسالك وهتقول ايه يا جماعه عموميه. جزئيه ان بعض اولاد النادي الاهلي بيحاولوا يهاجموه، بيحاولوا يدوا انطباع ان بكره ما حدش يروح، هذه اللائحه ضد النادي الاهلي، بتقول ايه برضو في جزئيه كده او بتشوفها ازاي؟ بص الموضوع حاجه غريبه برضو. حاجه غريبه. انا اعتقد ان دول مش اولاد النادي الاهلي. في ناس من بره وده فعلا موجود بيكتبوا الكلام ده. انا شايف ان اولاد النادي الاهلي رايحين النهارده، كل اب كل حفيد كل و و و و خوفا على اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. فالناس كلها رايحه ان شاء الله. الناس دي احنا قلنا يا جماعه ده مش انتخابات، دي مش انتخابات خالص. الغريبه غريبه كابتن ان في بدايه الكلام عن اللائحه ان بعض الناس طلعوا قعدوا يهللوا ان في بند جوه اللائحه بيمنع نزول بعض الناس داخل الانتخابات القادمه. فوجئوا طبعا ان بند الثمان سنين اتشال، فابتدوا قال لا والله دي حاجه كويسه، وابتدوا يهاجموا في حته تانية خالص بقى. فدي برضو يعني واضح ان التوجه موجود، وفوجئوا ان مجلس الاداره بيعمل لائحه من خلال طبعا القامات الموجوده دي عكس ما هم كانوا متوقعين وهم كانوا بيقولوا. يعني طول عمر النادي الاهلي يا جماعه ماشي بلائحات، في لائحه من ايام كابتن حسن حمدي، من كل ده احنا مش النادي الاهلي دايما ماشي بلائحته. القانون اللائحه اللي كانت موجوده كانت مناسبه مع القانون اللي كان موجود. النهارده لازم اغير تمام عشان القانون اللي موجود نتماشى معاه. انا شايف ان اللائحه اللي موجوده اللي احنا ان شاء الله كلنا هنصوت عليها لائحه كويسه مستقبل النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي بولاده وباللائحه. مفيش زي ما احنا بنقول ان محدش بيقود النادي الاهلي، اللي بيقود النادي الاهلي ولاده واحفاده، وطول عمرنا هنفضل بالشكل ده جمهور واعضاء. هو جزئيه الاعضاء دي حاجه يعني جميله كابتن، زي ما بنتكلم ان عضو النادي الاهلي ده مختلف تماما تماما. يعني طبعا كامل الاحترام طبعا لجميع اعضاء في الانديه الاخرى، لكن حبه بقى لفريق الكوره، لفريق الطايره، لليد والسله، وحبه دايما للمكسب باستمرار بيخليه مختلف عن اي نادي. ممكن انديه ثانيه انا بحب النادي عشان القعده الحلوه بالزبط. عشان الخدمات اللي ممكن بتتقدم له، لكن جمهور الاهلي متكامل، هو عايز القعده الحلوه وعايز فريقه يكسب. طبعا اتعودت على كده. ما شاء الله احنا عندنا السنه دي القعده الحلوه، عندنا خدمات مش عايز اقول بقى كانت موجوده، لا ما كانتش موجوده. لا الخدمات السنه دي انا شايف خدمات غير طبيعيه موجوده، سواء في فرع الجزيره، انا مش عايز اقول فرع، مقر الجزيره، مقر مدينه نصر، مقر مدينه نصر، مقر الشيخ زايد. لا هو بس عشان نبقى متفقين ان مقر مدينه نصر ومقر الجزيره هما مقرين، اما النادي فرع الشيخ زايد هو فرع مش عشان بس هو كل واحد اسمه النادي الاهلي. النادي الاهلي بس. بس كابتن يعني برضو جزئية العضو الجمعية العمومية بالنسبة للنادي الأهلي، هو طبعا بالنسبة للجمعية العمومية القصة يعني النادي الأهلي دوت يعني إيه، أنت بتتربى في النادي الأهلي. يعني كلنا بقول لك بقالنا من بقالنا 30 سنة في النادي الأهلي، طبنا إن إحنا كلنا أسرة واحدة، ما ينفعش حد يخش علينا يحط لنا حاجة إحنا نمشي عليها. يعني إحنا اتعودنا من صغرنا إن في لائحة محطوطة النادي ماشي عليها، مجلس جه مجلس راح، ده الكلام اللي إحنا بنتكلمه بعيد عن أي انتخابات، دي إحنا بنتكلم على لائحة اي مجلس هيجي يمشي عليها بس. فدي القصه احنا متعودين عليها من صغرنا، ان في اللائحه بتتحط هنمشي عليها كلنا. انا جيت بقى فلان جه، علان جه، مجلس اداره جه، مجلس اداره راح، هي اللائحه محطوطه كل الناس ماشي عليها. انا عايز اخد رايك برضه كابتن، يعني اخدت رايك في الجزئيه دي كابتن ياسر، جزئيه تكسير العظام دي او اولاد النادي اللي ممكن يكونوا ضد النادي ومصلحته، انت بتشوفها ازاي برضه يا كابتن محمد؟ انا بس مع احترامي للناس كلها، اولاد النادي يعني احنا اتربينا في النادي الاهلي، كلنا وشربنا يعني كنا بنقعد 12 ساعه 13 ساعه في النادي الاهلي. ده بالنسبه لنا البيت الثاني بتاعنا او البيت الاول، يعني كنا بنقعد في النادي اكتر بنقعد في بيتنا. فبالنسبه لنا احنا بنخاف على النادي الاهلي، اللي بيقطع بقى في النادي الاهلي او بيكسر عظام النادي الاهلي
ما انا ما ما يعني ده ما اعرفش ان ده احسبه ان ده ابن النادي الاهلي مع احترامي كل الناس يعني لازم الصمت لا خلاص انا مش عاجبك حاجه بعدين انت احنا بنتكلم على او روح قول لا بنتكلم على 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 حاجه للمصلحه العامه النادي انا ما بتكلمش على انتخابات خالص فاللي بيتكلم في النقطه دي ده ليه غرض معين او مصلحه معينه في حاجه معينه احنا بنتكلم على لائحه ما بنتكلمش عن انتخابات على لائحه بنتكلم على لائحه ما بنتكلمش عن انتخابات فانا بتكلم على لائحه خدمه النادي الاهلي دلوقتي وقدام سواء المجلس ده موجود او المجلس ده ماشي انا بتكلم على لائحه يمشي عليها بقيه المجالس اللي جايه طيب خلينا اقول لكم ان بكره طبعا عشان بس الناس تبقى عارفه بكره ان شاء الله من 9 صباحا ل 7 مساء في مقر مدينه نصر طبعا في بعض الحفلات او الحفلات طبعا توفير الحفلات من فرع الجزيره واكتوبر هيكونوا موجودين عشان ينقلوا او ينقلوا الاعضاء لفرع مدينه نصر اللي عايز يلقي بتصويته هناك طبعا الناس القريبه من فرع مدينه نصر يقدروا يروحوا يصوتوا في اول يوم وطبعا الناس القريبه من فرع الجزيره ثاني يوم يبقوا موجودين طبعا لهم حريه الاختيار سواء بقى بكره او بعده الاسامي موجوده هنا والاسامي موجوده هنا فبالتالي من 7 صباحا ان شاء الله او من 9 صباحا ل 7 مساء هيكون عمليه التصويت كابتن برضو انا بشوف بكره حضرتك انت هتبقى موجود بكره ان شاء الله انت والعيله طبعا بتشوف انت عمليه انت بالنسبه لحضرتك زمايلك واصحابك والاعضاء اللي انت تعرفهم بتكلموا انه يلا ننزل مع بعض لان خلي بالك نادي اليوبيس عمل حاجه ظريفه جدا الناس اللي كانوا في الويك اند زي ما انت بتتكلم كده اللي مع بعض في الساحل لموا بعض ونزلوا مظبوط وده حصل يعني انا ليا زمايل بيقضوا ويك اند تمام قال لك المره دي لا مش طالع انا قاعد اروح اعمل صوتي تمام وهطلع اساس احساس بالمسؤوليه دي احساس بالمسؤوليه وخوفا على اولادهم وعلى احفادهم ده النهارده يعني ايه مش فاهم يعني ايه النهارده اصحى من النوم زي ما بقول لحضرتك الاقي مثلا خواجه بيرقص النادي يا نهار ابيض ازاي او واحد هربان من الجيش تمام بيرقص النادي او واحد مؤهل متوسط بيرقص النادي انا مش عارف التفكير ده ازاي هو كابتن برضو عضو المجلس او عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بيستفز دايما من بعض الامور لما بيلاقي حد دايما بيتكلم ضد ضد النادي انا شايف ان الفتره اللي فاتت عمليه الاستفزاز دي طبعا من اللجنه الاولمبيه او بالزبط. من اللي مش عايزين الجمعيه العموميه تكمل بشكل كبير او نصاب يبقى ده من دلوقتي بيقول لك انها بطله الله من يومين انا مش فاهم يعني بطله يعني انا مش فاهم بصراحه انا ما شفتش لجنه اولمبيه وما شفتش وزير رياضه انت فين والله كابتن بص معالي الوزير خالد عبد العزيز يعني من الناس المجتهده جدا جدا ويعني انا واحد من الناس اللي بحبه جدا في شغله والتطورات اللي حصلت في بعض الرياضات والمراكز الشباب والكلام ده لكن في الجزئيه دي انا مستغربه الصراحه كلنا كل الناس انا عارف ان هو شخص كمان مهذب وبيحب النادي الاهلي وبيحب الانديه اللي دايما النادي الاهلي بيجيب بطولات ولعيبه المنتخبات كلها من النادي الاهلي للدوله لعيبه المنتخبات كلها من النادي الاهلي ناس واخده على المركز الاول ناس بتوديها المنتخبات تعالى النهارده في اي فرقه تلاقي 7 و8 و10 تمام بتروح لعيب جاهز واخد الشيشه بتاعه ان هو مركز اول انا داخل اجيب للبلد مركز اول ما اعتقدش مع احترام اي نادي هتلاقي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه انا شخصيا ايام منتخب السيدات الدرجه الاولى كان عندي 12 واحده في المنتخب ان شاء الله الفريق الاول للرجال كره اليد انا اتكلم على كره اليد تسعة من الفرق تسعة مش عايز اقول لك اللي هو بيلعب اساسيين في السبع الاوائل دائما يا كابتن مش كره يد فقط هتكلم انا بتكلم على سواء بقى الجمعيه المنتخبات دايما الجمعيه هتلاقيها لما يكون قوي منتخب قوي تلاقيه دايما الاهلي قوي مثلا بالظبط صح كابتن عشان كده تلاقي اعضاء النادي الاهلي ما يحبوش حد غريب يديهم تعليمات يستفزهم ما يحبوش حد غريب يستفزهم عشان كده احنا الاحق الجمعيه العموميه قراراتنا بايدينا احنا ما حدش تاني يحطها لنا توقعاتك يا كابتن توقعاتك بقى للجمعيه بكره وبعد بكره وتصويتها هيكون عامل ازاي؟ انا متوقع ان شاء الله شو بقى تصويتك ما تقولش لا متوقع ان شاء الله ان هيبقى في رقم غير متوقع لان زي ما انت قلت الاستفزاز الاعضاء الجمعيه العموميه ده حاجه اعضاء النادي ما بيحبوهوش
فاهم ازاي؟ واحنا كاعضاء جمعيه يوميه، مش هتكلم بقى كمدرب، انا بتكلم على عضو جمعيه يوميه، استفزنا بما فيه الكفايه. فان شاء الله بكره وبعده هيبقى فيه ارقام غير متوقعه ان شاء الله يعني. ان شاء الله ده اللي احنا نتمناه ومتاكدين منه. انا عايز اقول لك يا كابتن، وده اللي هي علامه الاستفهام واللي هو بياكد عليه استاذ هشام حطب، ان لا ما دام هي على يومين، لا هو مش عند الموضوع، مش عند ما هي طب كمان على يوم، بيقولوا حتى لو يوم هتبقى لو يوم في مدينه نصر هيبقى مدينه نصر هتبقى بطل. هوقف في شهر نادي الاهلي، الحساب القانوني اتخذ في هوقف في شهر نادي الاهلي، هيتوقف في شهر نادي. يعني كلام غريب بصراحه، الواحد يعني مش عارف في ايه. هو في حاجه غير مفهومه حتى الان، والهدف في حاجه غامضه. ولكن طبعا احنا كنادي اهلي وزي ما بنتكلم كجمعيه عموميه، احنا قررنا بايدينا لائحتنا، احنا هنختارها بإيدينا. واحنا اللي هنقول احنا ندار ازاي، من خلال طبعا جمعيه عموميه، من خلال الانتخابات بعد كده، من خلال موافقتنا على هذه اللائحه بالزبط. اعتقد هيبقى شيء مميز. طيب قبل ما اختم مع حضراتكم يا كابتن، يعني ان شاء الله بقى توقعاتكم للموسم الجديد ايه بقى ان شاء الله؟ ده بالنسبه لحضرتك كابتن. ان شاء الله نحقق الاربع بطولات، دوري، كاس مصر، منطقه القاهره، بطوله افريقيا، ده هدفنا الاول ان شاء الله، نرجع بطوله افريقيا وكاس افريقيا للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله. توفيق ليك كابتن ايضا. كابتن انا متوقع ان شاء الله ان احنا نحقق الثلاث بطولات لفرقه 2000، وباذن الله نطلع لعيبه تخدم فرقه الدرجه الاولى على مستوى عالي وامكانيات عاليه ان شاء الله. ان شاء الله. هتصوت فين بقى كابتن انت؟ انا هصوت في مدينه نصر، مع ان انا بكره ان شاء الله يعني. طيب تمام كابتن، هتصوت في مدينه نصر ان شاء الله برضو. انا هكون موجود بس انا هصوت في الجزيره الصراحه. اشكرك كابتن ياسر الصلاح طبعا، مدرب العام لفريق كره اليد للسيدات فريق اول. بشكرك كابتن، نورت قناه الاهلي. شكرا كابتن محمد، ربنا يخليك. ايضا كابتن سامح لبيب، بشكرك كابتن سامح لبيب، مدرب فريق كره اليد سيدات 2000، بشكرك ونورت الكابتن، ومستنيك بكره بقى ان شاء الله. ان شاء الله، مهم جدا. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا يعني اعضاء جمعيه عموميه، هيتكلموا برضه رايهم. يمكن كان معايا قبل كده في حلقه واتكلمنا على فرع الشيخ زايد وحقيتهم بعد الحكم القضائي ان هم يصوتوا في الجمعيه العموميه، سواء بقى الجمعيات العموميه القادمه، سواء الجمعيه العموميه بكره وبعد كده، سواء في انتخابات او جمعيه عموميه عاديه او غير عاديه. هيكون معايا استاذ وائل عوض عضو جمعيه عموميه، استاذ عيسى مكرم عضو جمعيه عموميه ومحامي والمحامي، وايضا استاذ محروس بدر عضو الجمعيه عموميه. ولكن هي نروح لفاصل وارجع استقبلهم ونكلم كلامنا عن بكره وبعد بكره.